السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كورس نازل اسمه اكونكس. اكونكس هو دوكمنت كنترول، بنقدر نتحكم في الوثائق بتاعت المشروع، الوثائق اللي داخلة والوثائق اللي خارجة. والبرنامج اصبح اساسي في شركات كتيرة جدا من شركات الخليج. فكان كذا حد بيسأل ان احنا عايزين كورس عن ازاي نتعامل مع اكونكس، فهسيب لكم رابط اسفل الفيديو لو حد حابب ان هو يشترك ان شاء الله.